بالنسبة لدعاء الاستخارة، بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله وهو عندما يشك الإنسان في مصلحة الأمر وهو عارض له هل فيه مصلحة له أو مفسدة عليه، فإنه يصلي الاستخارة وهي عبارة عن تسليم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بعد أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العليم العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي، عاجل أمري وآجله، أو قال عاقبة أمري ومعاشي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، أو قال عاقبة أمري ومعاشي، اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا في أمر واحد. إذا كان الإنسان لديه عدة أمور أو لديه تردد بين أمرين، فلا بأس بتكرير الاستخارة وأن يذكر أحدهما مرة ويذكر الآخر في الاستخارة الأخرى. استخارة لكل أمر. نعم، لا حرج في ذلك إن شاء الله. ولو جمع بين أمور في استخارة واحدة أيضا ذلك صحيح لا إشكال فيه.